انا سامح حسمير، عندي 15 سنه. انا الشير اوف جلوبال اكتيفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حسن عبد المهدي. انا بروفيشنال اكتر، ايجيبشن اكتر. يعني ام هير النهارده تو سبورت ذا ايديا. يعني انا مقتنع بيها جدا، و انا بحاول اساعد بخبرتي شويه في المجال ده، وحامل انترفيو دلوقتي معاكم، ويا رب الناس تقتنع زي ما انا مقتنع بالظبط بالفكره. انا سارح سمير، انا السكرتيري بتاعه البيوت بورد. انا طبعا مبسوط جدا بالفكره، وانا بسابورت طبعا جلوبال اكتيفيا. طبعا انا الحاجه اللي عايز احط عليها سبوت مهم قوي هو ان الدين بالعكس ما بتعارضش خالص مع الرياضه. الدين الاسلامي بيقول ان العقل السليم في الجسم السليم، فالجسم السليم ده ما بيجيش غير بين الواحد، غير بين الواحد لازم يكون يعني نيوتريشن وايز فاهم، فاهم في الرياضه. البنات بالذات الرياضه مهمه، يعني مهمه ليهم اكتر من الولاد، عشان الست يعني فيزيكلي تتغير كتير اكتر على مدار حياتها، وبعد كده بأسباب مثلا حمل وجواز وكده. فلازم الست تكون فاهمه كويس قوي في الرياضه، لازم تمارس الرياضه. لان الست كمان ما بتقدرش تعيش من غير سيلف كونفدنس، الرياضه برضه بتدي سيلف كونفدنس، بتخليها دايما هاديه وحاسه بثقه في نفسها. الست كمان بتحب تلبس وبتحب تحط ميك اب، وبتحب برضه مهم جدا ليها ان لازم لو البيز مش كويس، اللي هو الجسم مش كويس، مهما عملت بعد كده مش هتبان بالصوره الكويسه اللي هي المفروض تظهر عليها. بقى انا قاعده جنب حضرتك، يعني فخر لمصر، وفعلا واحد من اكتر الناس متحضره. اول ما قلنا على الفكره اقتنع جدا، ويعني اسمها ما شاء الله. فرحه جدا النهارده انترفيو مع حضرتك. اول ما قلنا على الفكره قال ان هو اقتنع جدا بالكونسبت كله بتاع جلوبال اكتيفنا، وقال ان طبعا الدين ما بيمنعش او ما بيفرقش خالص من الستات والرجاله. وطبعا سالت لو هو قابل ستات في حياته، يعني هم كانوا سبب نجاحه او جزء كبير من نجاحه، وان هو طبعا شايف ان ما فيش اي فرق بين الستات والرجاله، وطبعا يعني وافق تماما على الكلام ده. وانا يعني انا مش محتاجه اعرفه، يعني العالم كله عارفه باسمي ما شاء الله. انسان مشرف جدا لمصر، يعني من احسن الممثلين طبعا، وكمان رياضي جدا بسم الله ما شاء الله.